نحن أئمة المساجد قد حددت الوزارة لنا وقتا محددا بين الأذان والإقامة، فهل لنا أن نؤخر الإقامة حتى الإبراد أو نترك السنة كي لا نؤخر الناس؟ الناس ما يقيلون الآن، تأخير الإبراد هذا يوم الناس يقيلون قبل الظهر، أما الآن الناس ما يقيلون فتغير الوضع، فصلوا كما حددت لكم الوزارة، لأن الناس كلهم في الأعمال وخارج البيوت، ما أحد الآن يقيل قبل الظهر إلا إن كان مريضاً.